انتوا كحكومة مع الوزير يعني ما بتفكروش انكم تنزلوا مثلا مصانع، يعني مثلا زي الغزل والنسيج في المحلة الكبرى، زي مش عارف نجع حمادي، وتتواصلوا يعني مع العمال بطريقة موازية مع تواصل الاتحادات العمالية معاهم؟ طبعا هو ده مهم جدا. يعني انا يمكن اول امبارح كنت في ورشه كبيره من ورش المقاولون عرب المعصره، وكان فيها نوع من برضو عدم الرضا كنت في بيتك يعني؟ في بيتي، وطبعا لو دول اولادي واخواتي، بس كان هناك الحقيقه اللي خلاني يعني اتوقف كثيرا واعمل التحليل، ان المقاولين العرب يعني عمرها يعني ما حصلت فيها نوع من اولا احنا مطبقين العرب. كمل لي جملتك، ما حصل فيها نوع من ايه؟ ما انا بقول لك نوع من هذا الارتباك. الارتباك. لان احنا اصلا في المقاولين العرب كنا عاملين حد ادنى للاجور من 2008، فاذا زائد ان الدخل في الشركه الحمد لله دخل شركه كبيره ومحترمه، واي حد يتمنى انه يعني ينضم لهذه الاسره ال 80,000. فكان هناك نوع بقى، انا ليه خلاني انزل؟ ان انا بيجي لي تقارير وبتابع دي، يعني وزاره الاسكان بتشرف عليها، ان المعلومات اللي جت عندي ان الناس المطالبات اللي بتطالب بيها بعيده عن الواقع، وان المعلومات اللي هم اصلا غضبانين منها مش حقيقيه. فده اللي خلاني الحقيقه اتواجد، ورئيس الشركة الحقيقة نزل، وكان هو كان عندنا ثلاث مواقع فيها مشاكل: شبرا الخيمة والمعصرة واسكندرية. أمس الحقيقة يعني كنت في أول أمس كنت في المعصرة، ثم بعد كده في المهندس مخصص صلاح رئيس الشركة راح شبرا الخيمة وراح اسكندرية، وقعد مع العمال اتكلموا بقلب مفتوح. وانا كنت على تواصل تليفوني مع الكثيرين، وانا متهيألي مع وضوح الرؤيه المشكله اتحلت. المحله الكبرى برضه متهيألي المشكله اتحلت، يعني هي النقطه التواصل موجود، ولكن انا بدعو الحقيقه لمزيد من التواصل. طيب احنا بس عاوزين يعني نختم الجزئيه دي بتاعت الحد الادنى للاجور، وعاوزين ناخد تصريح من حضرتك امتى بالظبط هتنتهي مشكله الحد الادنى للاجور؟ انا ما اقدرش اقول لك تاريخ امتى بالظبط، ولكن اقول لك يعني اتوقع انها مثلا خلال شهر، لان هناك نيه خالصه وهناك توجه خالص، بس الموضوع مرتبط زي ما قلت لك بالمجلس الاعلى للاجور ان يجتمع ويصل، لكن النيه خالصه ان احنا نقف فعلا كحكومه مع كل العاملين في القطاع الحكومي اللي هو مش بس الغير رسمي، ولكن اللي هو مش حكومة 100%. بس الحكومة برضو زي ما حضرتك يمكن سامع متهمة من أطراف عديدة في المجتمع وفئات عديدة في المجتمع إنها أعجز من إنها تاخد قرار. ممكن خلفك تماما أكيد. من غير زعل طبعا. عمري ما بزعل، لكن أنا بقول لك هذه الحكومة والله ليس دفاعنا على هذه الحكومة، تحملت قرارات كثيرة جدا بدءا من أول يوم. لا لا لا، يعني ما تنساش قرار رابعة وفضل الاعتصام في رابعة والنهضة. هل بتدفع ثمن القرار ده الحكومة لغاية دلوقتي؟ لا ما بتدفعوش، لأن هو قرار لصالح الوطن. خد بالك عندما يكون القرار صعب ولصالح مصر أنت بتبقى عمرك ما بتدفع ثمنه، إلا أنت ده بالعكس أنت بتقول أنا أديت اللي عليا ناحية هذا الوطن. بس يعني الضغوط الخارجيه اللي حصلت على مصر بعد مصر ما هو الضغوط الخارجيه، ما هو انت النهارده كل اللي عندك ده اللي هيتصدر للضغوط الخارجيه اللحمه اللي احنا عايزينها لحمه الشعب. الحد الادنى للاجور اللي هو ان المدارس النهارده الاعفاء عن المصروفات في المدارس، المدينه الجامعيه ان انت ترفع كل مصاريف المدينه الجامعيه، الوجبة الغذائية في المدارس وخاصة في الصعيد. لا هناك قرارات قوية جدا اتخذتها الحكومة، ولكن هذه الحكومة بتتصف انها ما بتاخدش ما بتشتغلش بردود الافعال، هي بتاخد الموضوع بدراسة، لان دي حكومة مؤقتة سهل جدا
ان قرارات ممكن تتخذ وبعد كده اللي يجي بعدك هو يعني. اه ما هو ده الكلام ده بيتقال في الشارع ان الحكومه ماشيه بعد شهر بعد شهرين بعد ثلاثه، وبالتالي يعني مش مهتمه او يعني مش حريصه. ده غير حقيقي. وما تنساش برضو الخطه العاجله، الخطه العاجله اللي زودت في مشروعات 23 مليار. ما تنساش المشروعات الغارقه او الاقتصاد الغارق اللي بينتشر النهارده، مشروعات كانت واقفه سنه واثنين وثلاثه ولم تنفذ لم تنتهي، وبالتالي المواطن ما كانش حاسس بيها سواء في الميه او في الصرف الصحي. وما تنساش ايضا المشاكل الكبيره جدا اللي احنا بنواجهها يعني في جميع المجالات. انت هذه البلد لا تحتاج الى مليارات، كلمه مليار ده انساه، انت بتحتاج الى تريليونات عشان تحل اي مشكله. احنا بنتكلم بالجنيه طبعا، بالجنيه او بالدولار، لكن انت عايز تريليونات. انت لما تتخيل ان الصرف الصحي النهارده ما عندكش صرف صحي في اكتر من 50% من جمهوريه مصر العربيه، واكتر من 70% من الشعب ما عندوش صرف صحي او عنده صرف صحي، مشاكل كبيره جدا هذه الحكومه بتواجهها.